السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير. كما كتلاحظوا تاني راني في اكسيو، جيت نشوف الجديد اللي جابوا اليوم. بقاو معايا. واول حاجه جابوها جديده البنات هي هذه ما غاديش نقول ليها جديده، حيت العام اللي فات كانوا جابوها، اللي كتحطوا فيها الورق وفيها المرايه منا وفيها هكا هاد العيبه من الفوق. جابوا فيها فقط اللون الفضي. للثمن ديالها 3 أورو 49 سنت. ودخلوا حتى هذه البنات جديده، دائما كانوا كيجيبوا هكا شكل قلب او لا شكل مربع، دابا جابوها على شكل مستطيل. هذه اللي عندها 4 نتاع رجيلات راه هي كتفتح. غادي نحاول نحطها في الارض باش غادي نفتحها لكم، تكون بحال هكا وفيها المرايه لداخل هكا. هذه زوينه تحطوا فيها الاكسسوارات او لا تحطوا فيها شي حلويات هكا في التقديم نتاع هكا نتاع الاكل في الطاوله، او لا تحطوا فيها التمر اي حاجه يعني التمر اللي هو بريستيج معمر وفيه الشكلاط اللي ولا دابا الابداع في التمر، غادي يجي راقي. واللي الثمن ديالو 4 أورو 99 سنت. كاينين حتى هادو جدادين البنات، هادو اللي كنحطوهم فوق الطاوله وكنحطوا عليهم التبصيل في التقديم. هذا تقليدي، هذا غادي يجي زوين البنات الا درتو هكا طاوله تقليديه، خصوصا ما عرفت علاش جاني رمضان في دابا في بالي مع الزلايف ومع التبصيل، غادي يجي رائع. للثمن ديالو 1 أورو 99 سنت. وجابوا اليوم البنات حتى هاد الطاوله، هذه اللي هي رائعه خصوصا اللي عنده الكاوتش او اللي عنده الصالون المغربي، هذه حيت هي كتخشى لداخل وكتحطوا هنايا بحال الكاس نتاع اتاي، او الا جا عندكم ضياف والطاوله راه هي بعيده عليه تقدروا تحطوا ليه غير هنايا قدامه وصافي. جابوا فيها فقط اللون الاسود اللي هي هنايا كامله نتاع الحديده وام الفوق نتاع الخشب. الثمن ديالها 12 أورو 95 سنت. واما في الجهه فين كاين الشموع، لاحظت هادو زوينين خصوصا اللي عنده شي مناسبه، هاد الشميعات في الكؤوس وفيهم هكا هاد الدونتيل منا باللون الابيض، فيهم هاد العيبات، هادو زوينين للمناسبات. لكن اختلافات في الوريضات، كل ورده والشكل ديالها بوحدها. الثمن ديالو 73 سنت. وحتى البنات في الجهه اللي كيحطوا فيها اللوازم تاع الفصل الربيع، هاد الشباكيه هادو زوينين، ما غاديش يصلحوا هكا للزرع، داكشي اللي بان ليا انا. هاد الشباك اللي هما نتاع الخشب كيجيو بحال هكا زوينين هكا الخبز او لا تحطوا فيها الفواكه اي حاجه. كاين الكبيره الثمن ديالها 5 أورو 95 سنت، وكاين حتى الحجم الصغير الثمن ديالها 3 أورو 99 سنت. واذا خديتو جوج الكبيره والصغيره بحال هكا غادي تقام عليكم 9 أورو 94 سنت. وكاينين هاد الاغلفه نتاع الوسادات جدادين ديالهم شويه عريض، كاين فيه هاد الشكل وهاد اللون، وهذا كاين هذا كاين لون كرونا الاسود البرتقالي اللي فيهم 45 على 45 سنتيم. الثمن ديالو 2 أورو 19 سنت. ودخلوا البنات هاد الغطاءات اللي هما نتاع الطاوله، هادو يا البنات كيجيو دوك الاغطيه نتاع الطاوله كيجيو طوالين كما داروا هنايا في الصوره، اللي فيهم 45 على 150 سنتيم. كاين فيه هاد اللون، كاين فيه هذا، كاين هذا، كاين اللون الازرق، كاين الاسود. والتوب ديالهم البنات توب يعني غليظ، ماشي دوك التوب اللي هو رقيق. الثمن ديالهم 2 أورو 99 سنت. وكاين حتى هذا الكادر نتاع الصور اللي كيهز 5 نتاع الصور اللي هو نتاع الحديده، الثمن ديالو 5 أورو 95 سنت. ولا حتى البنات في هاد الجهه اللي كاين فيها الكادر نتاع الصور، هذا انا في الاول سحب ليا غير دفتر وصافي، ولكن هذا اللي هو خاص نتاع الصور كتحطوا فيهم، كياخذوا كل ورقه فيها جوج بلايص فين تحطوا الصوره ديالكم كتخشيوها لداخل. صراحه هذه زوينه، راكم عارفين الصور دغيا كيخسروا، وهذه منظمه كاين فيها الاشكال، كاين اما هذا او لا هذا فوتو البوم، او لا هذا فيه لوف، كاين هذا اللي الثمن ديالهم 1 أورو 99 سنت. وكاين هذا اللون يعني هذاك كتلصقوا عليه كتلصقوه وصافي، ولكن هذا الطريقه نتاع كتلصقوه ماشي
يعني عملي بحال هذا اللي وريت لكم، الثمن ديالو اورو 99 سنت. وجابوا البنات حتى هاد المكنسه الكهربائيه، راه هذه ماركه كيدخلوها حتى ارضي وليدرو كيديروا فيها تخفيضات اللي كتنظف كل شيء. هذا الاسم يعني تقدروا تنطفوا بها الحاجه بحال الغبره وحتى الحاجه السائله. للثمن ديالها 54 اورو و95 سنت كما كتلاحظوا، السائله والحاجه اللي هي جافه كتنظفها. وكاينين حتى هادو اللي فيهم هكا الاناناس والفلامينغو وهاد الشجر نتاع النخيل اللي خدامه بالحجيرات كيديروا الاضاءه هكا تزينوا بها البالكون او الجرده. الثمن ديالها 3 اورو و99 سنت. وكاينين هادو حتى هادو كيجي خيط فيه 15 متر وفيهم هاد اللمبات اللي خدامين بالحجيرات، الثمن ديالهم 7 اورو 99 سنت. وجابوا البنات حتى هادو، حتى هادو راهما اضاءات اللي خدامين بالحجيرات فيهم 20 اضاءه كما ديروا هنا، تقدروا تزينوا به حتى الفاز الا بغيتوا. للثمن ديالو اورو و99 سنت. وكاينين حتى هاد الانارات، اليوم كثروا بزاف من الانارات، الا هادو ما خدامينش بالحجيرات، خدامين بالطاقه الشمسيه وكيديروا الاضواء، الثمن ديالهم 3 اورو 86 سنت. وجابوا هذا اللي عنده الجرده اللي غادي يصلح ليه، اللي كديروا هكا بحال فاز اولا كدوروه على الزرع اللي فيه ربعه، الثمن ديالو 4 اورو 99 سنت. وجابوا حتى هادو اللي كنزرعوا فيه، وكيجي معاه حتى الحديده فين كتحطوا خصوصا اللي عنده الباركون اولا اللي عنده حتى الجرده، للثمن ديالو 6 اورو 46 سنت. واما في الجهه نتاع بلاستيك، لاحظت هادو هاد الخزانه اللي هي نتاع بلاستيك فيها 3 نتاع المجوره تحطوا فيها بحال منظمه، كاين فيها اللون الاسود وكاين فيها اللون الكري، الثمن ديالها 4 اورو 95 سنت. وكاينين هادو خاصين نتاع المقابط، هاد الشباكي هكا المقابط اللي كنشرو به الملابس، كاين فيه اللون الكري كاين الاسود كاين اللون الابيض، الثمن ديالهم 99 سنت. واما في الجهه نتاع الاكسسوارات، كاينين هاد الحلقات اللي فيهم 16 حلقه، كاينين فيهم اما هادو اللي فيهم الالوان او اللون الابيض، كاين اللون الكري اللي الثمن ديالهم اورو 52 سنت. وكاينين هادو حتى هادو حلقات، كاين فيهم هاد الشكل، كاين هذا، كاينه هاتي، كاينه هاتي، الثمن ديالهم 2 اورو 59 سنت. وجابوا هادو اللي هما عاديين تاع البنيتات نتاع الشعر اللي فيهم 16 في الباكيه، وكاين فيهم الالوان اللي بغيتو بحال هاد اللون، الثمن ديالهم 99 سنت. واما البنات في الجهه نتاع الاعمال اليدويه، قلت لكم مره كنطل هنايا حيت كتكون بعض المرات شي حاجه جديده، واليوم لاحظت هادو اللي فيهم 5 في الباكيه، كل مره كانوا كيجيبوا اشكال مختلفه، كيجيبوا هادو وهادو، لكن هادو جدادين فيهم 5 وفيهم هاد البابيو منا، كاين فيهم الالوان، كاين الاحمر الازرق الغوز كاين الابيض كاين الاصفر. قلت لكم هادو اللي عندهم المناسبات بحال عيد الميلاد يدير الغوص، بحال شي عرس تحطوا فيهم لي دراجي لداخل، اولا تقدروا تحطوا فيهم بحال الخزامه كتعلقوا هكا في الماريو، هادو كيصلحوا لكل شيء. للثمن ديالو 79 سنت الخمسه. وكاين حتى هذا فين كاين الاشياء اللي هي عندها العلاقه مع الادوات الالكترونيه، كاين هذا الحامل نتاع التليفون، صراحه البنات راه هو عملي بزاف حيت شريته من اكسيو، واحد المره كنت شريته من امازون سيمانه اللي بقى ليا وتهرس، ولكن هذا زوين بزاف، العام اللي فات كانوا جابوه دابا رجعوه ثاني، خصوصا اللي كيدير هكا فيديوهات عبر التيك توك الانستغرام اليوتيوب كيحتاج بحال هذا الحامل نتاع التليفون، للثمن ديالو 3 اورو 49 سنت. وكاين البنات حتى هذا المكبر نتاع الصوت نتاع التلفازه، كتحطوا هنايا غير التليفون دير لكم اي حاجه شي اغاني بغيتو كتحطوا هنايا، والمكبر نتاع الصوت اللي خدام ببلوتوث اللي الثمن ديالو 20 اورو 95 سنت.
وكما كتلاحظوا هادو هما الاشياء اللي جابوا اليوم اكسيو. غادي نخليكم في امان الله ان شاء الله في شي فيديو مقبل بحول الله.